طيب الان يا شباب حنحسب لهم كم دقيقه يا سامي؟ 3 إلى 4 دقائق. اي تسوي لي كذا الان شخصيه عبد الله شخصيه عبد الله حيدبلجها مين؟ عبد المجيد وناصر حيدبلج شخصيته عبد الرحيم وسليم حيدبلج شخصيته للاسف انا ناصر الميثان الشباب حيتحركوا نبغى دبلاج لايف انا دقيقه نارثوت شنو؟ دقيقه وش الموضوع؟ كبير ولا صغير؟ هم احنا نمشيهم صح؟ لا احنا نمشيك لا هذا ابونا وحده الحركه هذه انت ايش؟ ماك دخل ماك دخل ماك دخل انا لو اسوي زي كذا اي توي هاي زي كذا لا الصوره مقدمه على الصوت ايوه انت دبلجني انا ابغى مشيه ابغى مشيه ايش تمشي يا ابوي؟ ابغى مش اقول هاي قول هاي كفيله انت لا 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 يلا يا شباب يلا يلا 3 2 بلاي بدا الوقت يا حمود تعال حمود تعال يا حمود حال ايش تبي؟ تعال يا عبود عبود تعال عبد الحربي بابا تعال انا مكه شكرا. انا مكه حب الهيار الله يسعدك يا بابا ايش فيك تايت انا ما قلت شيء اقول شيء وقف قدام بابا. انا احبك واحب أيوة. والدينك أيوة. وابغى اتبرع أيوة. لكم لا يا شيخ ابغى فوق الراس ايه كفو تعال حب راسي وش تقول؟ اقعد حب راسي سلم عليه سلم عليه يا بابا لا تسمع كلامه والله اني اقول لك ابوي كلام فاضي كلام فاضي ايوه صدقني أيوة. لا تسمع منه خذ 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 امسك امسك يا ولد امسك هاي الفلوس هذه امسك هاي لعبت عليك يا بابا اي بالله امسك الفلوس واسمع كلامي شكرا احبك تعال 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 انت تعال والله حرر بعد حبه ها ايش تبي؟ ايش تبي؟ اسمع بقول لكم يا عيال اسمعوا اسمعوا تعالوا انا ابى اقول لكم راسي راسي يا بابا اسوي حركات وهاللون وهاللون عرفت؟ طب طب ايوه والله بخليك والله بخليك وش الاب هذا العنيف القاسي هذا شيء كلها لا والله ما ادري جو جيب 50 ريال صدق والله صعب جيب 50 ريال حق شيء صعب لا تعيد يا شباب اسالكم الفكره الحين يا سامي بس انتوا مخدرات مديت الصدة عشان كذا ما لاق معاه ما لاقي ما لاق الصوت الصغير ما يليق حق المخدرات ابو عمر بسال سؤال حلوه فكره يا ابو عمر مين شيء واحد بس مين كان ها؟ حط شيء واحد المنطقه اللي صار فيها قوه يوم تحرك سليم يوم تحرك؟ اي لان شوف انت تتكلم لاحظ شلون شوف في قاعده في اللغه ترى مهمه طب تعال هنا في قاعده تحيه لسامي ايوه يا سامي هلا شوفوا يا شباب شوفوا يا حبايب لا والله لا مدرب انا اتعلم منكم في قاعده مهمه اللي هي الزياده في المبنى يكون هناك زياده في المعنى زين يعني انت الكلمه عندك لو زدت عليها حرف يتغير المعنى يتغير اشياء كثيره الى اخره الان اللي اقصده هنا تحديدا في المشهد وانا ادي اقول احاور الثاني احاور عبد الله مثلا اقول له عبد الله حبيب كيف الحال اللي برا ايوه اللي برا يقول لي عبد الله كيف الحال هذا حوار عادي لكن لما اقول زي كذا بعطي هذاك خدمه ايوه خدمه يقول يا زي كذا شلون مع الحركه هنا يزيد الشد والقابليه واللي يطلع المشهد اكثر واكثر وهذه يمكن المخرجين يعرفونها اكثر لما تجيب لي مشهد ميت في حوار هذا كلن يسوي حوار لكن لما تحط لي حوار في حركه وقفه وقعده وتحرك ومطارده انا تسوي لي زي الاكشن ويجي يروح الاداء بس والله كلام صفقه كشفيه ابتدي